دلوقتي تعالوا نشوف اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان ايضا الماتشات اللي هتتلعب في كاس مصر وكاس الاتحاد الانجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق ورشة عمل للمدربين بمقر الاتحاد بالجبلية في إطار اهتمام إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم ورش عمل ودورات لتأهيل المدربين، وبيحاضر في الدورة مارك هامل المحاضر بجامعة ويسكونسن. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية هتجمع ما بين الأهلي وسموحة الساعة 6 بالليل في الدور نصف النهائي لكأس مصر 2022. بالنسبة لماتشات كأس الاتحاد الإنجليزي، النهاردة في 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة، من أهمها لقاء ليفربول مع وولفرهامبتون الساعة 10:15 بالليل.